شفاعة يهديني للحق سماعة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة وشفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ وخيّا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله.